الكوسه تعالوا بقى اقول لكم تاني على وصفه حلوه قوي. طبعا احنا عارفين مدى عشق الاولاد للنودلز وقد ايه بيحبوها، واللي هي سريعه المكرونه سريعه التحضير والكلام ده كله. طب ما تيجوا احنا نعملها بافكار حلوه جدا في البيت ازاي. تعالى اقول لكم المقادير واقول لكم انا دايما ببدل عندي هنا النودلز بايه. اختيارين والاثنين احلى من بعض. تعالى اقول لكم اول حاجه عندي هنا كيس مكرونه اسباجيتي، ممكن المكرونه الشرايط اللي هي بتبقى اقرب من الاسباجيتي بحبه حلوين كده، يعني كام واحده كده على بعض بتبقى عريضه اللي هي فوتوتشيني. طيب عندي بقى ذره، الله 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 الله. لا وايه تاني عندي؟ كمان ملح بابريكا توم وميه طبعا ومعلقه صغيره من الصلصه وزيت، وممكن نحط معلقه من العسل الاسود بهارات مشكله ومعلقه جبنه كريمي ورشه شيدر او موزاريلا، ولو حابه يا اما فلفل اخضر رومي على الوش يا اما فلفل حار يا اما شويه شطه وبراحتك. تاني هنقول مقادير وصفه النودلز بالذره. هنستخدم ممكن النودلز سريعه التحضير، وممكن بدلها المكرونه سباجيتي او الفوتوتشيني العريضه. وعندنا بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وميه وصلصه وزيت وعسل اسود بهارات مشكله، ممكن نبدل عسل اسود طبعا، ممكن نحط صويا صوص وقدامه عسل، فاهمين الميكس؟ طيب ممكن عسل ابيض بهارات مشكله خلاص، وشويه جبنه تشيدر بس قبلهم معلقه جبنه كريمي كده، واتفرجوا على الحلقه اتفرجوا. طيب اول حاجه انا عندي هنا بحط ايه الطاسه بتاعتي. انا هنا هسلق المكرونه في كل حاجه، هسلق المكرونه بكل حاجه، يعني هعملها كده اهي واحطها كده اوكي. وعندي معلقه الصلصه هحطها، ممكن احط بقى فلفل الوان، ممكن احط اللي انا عايزاه، ممكن احط طماطم متقطعه براحتي خالص. وكمان هحط عندي هنا معلقه البهارات المشكله والثوم البودره، وعندي الملح انا هسلق في كل ده، وفلفل اسود والبابريكا، وهحط ميه بالظبط بالظبط بالظبط. انا بعمل دلوقتي البهارات اللي هي بتغريهم جدا، ولازم الميه يا جماعه في الوصفات دي تكون سخنه جدا معايا، مهمه قوي. طيب نص كيس المكرونه بياخد 3 كوبايات ميه، كيس المكرونه بحاله بياخد يعني 6 6 ونص اهو. يبقى انا كده حطيت نص الكيس، ممكن احط اكتر. تمام انا عايزه بقى اسوي الله، لان هي دي اللي هتبقى الاساسيه بتاعتي، هي دي اللي هتدي طعم للمكرونه، فاهميني؟ بس كده وهي داخله على سوا هحط الاضافات الاخرى. تعال نحط شويه زيت كمان اهو، اللي هي ايه بقى؟ جبنه كريمي، فتخليها لونها بينك كده خطير. ونحط الذره، نحط معلقة العسل الاسود كده، هتعجبكم قوي، وبرده سهله وسريعه وحله واحده زي ما الولاد بيحبوها. شويه البهارات دي بقى اللي احنا حاطينها يا جماعه هي اللي بتوصلنا للريحه والنكهه اللي هم بيحبوها. تمام تمام تعالوا نشيل ده كله كده وندخل على الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه بتاعتي بقى لحد ما ايه تتسلق، ممكن نحط حبه مكرونه تاني عشان دي خطيره قوي. بس كده المهم يا جماعه الميه تكون سخنه جدا، خلوا بالكم الميه لو ما كانتش سخنه الوصفه هتبقى مش حلوه. وحاجه تانيه في المكرونات اللي هي بنسلقها في نفس الوقت واحنا بنعمل لها صلصه، مهم جدا انها ما تكونش بالدقيق. الله امال تبقى بايه يا فيفا؟ بدقيق سيمولينا
في فرق ما بين الدقيق الابيض والدقيق سيمولينا. طبعا دقيق سيمولينا اصح. اوكي، ويا سلام لو معموله بالشوفان برده هتبقى حلوه جدا. دقيق سيمولينا اصح، خلوا بالكم. اوكي، حبه ميه كمان وشكرا كده. بصي بقى، عندي زي ما بقول لك معلقه العسل الاسود هحطها اهي كده، هتدينا حاجه شبه ايه السويت اند ساور كده شويه، ميكس لذيذ لذيذه. وزي ما بقول لك ممكن جدا بالمكرونه الفوتوتشيني الشرايط. تمام، وهحط تاني دلوقتي الزيت بقى اللي عندنا علشان هندخل على الوصفه الثانيه. طيب عندي هنا متبقي شطه، جبنه شيدر، الذره بحطها في الاخر، ومعلقه جبنه كريمي. طيب